استقبل سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم بمقر الوزارة بمدينة عيسى الدكتورة فاطمة غانم المعاضيد مدير مركز العربي التربوي لدول الخليج وذلك على هامش اجتماع مجلس أمناء المركز الذي استضافته مملكة البحرين وخلال اللقاء تم بحث أوجه التعاون بين الجانبين وسبل تعزيزه وتوسيع شريحة المستفيدين من البرامج التدريبية المتخصصة في مجال التربية وأشاد الوزير بالجهود التي يبذلها المركز للارتقاء بالعمل التربوي في الدول الأعضاء. من جانبها ثمنت مدير المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج جهود وزارة التربية والتعليم في دعم برامج ومبادرة المركز تنفيذا للخطط الاستراتيجية الشاملة.